السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تعلم التصوير الفوتوغرافي. كيف ما شفنا في الحصة اللي فاتت تعرفنا على نبذة بسيطة لتاريخ التصوير الفوتوغرافي، كيفاش بدات اول كاميرا، كيفاش جا المفهوم ديال التصوير الفوتوغرافي، كيفاش جاوا القواعد ومجموعة ديال الحوايج. اليوم غادي نتعرفوا على انواع الكاميرات اللي متاحة عندنا اليوم. هنا غنشوفوا كاميرا الهاتف النقال اللي تقريبا موجودة عند كلشي، والحمل ديالها سهل، الحجم ديالها صغير، يعني تقدر تكون كاميرا الجيب وتقدر تلتقط بها صور جميلة في أماكن اللي صعيب أنك تأخذ بهم صور بالكاميرا. هنا خصنا نعرفوا مجموعة الحوايج. حجم ديال فتحة الكاميرا تتغير من كاميرا إلى أخرى، يعني من الهاتف النقال تنشوفوا بأن الفتحة ديال الكاميرا تتكون صغيرة بزاف، يعني ما غاديش تعطينا صورة جيدة كيف ما حنا سنبغيو، ولكن هذا اللي يمنع أن الهاتف النقال نأخذ به صور جميل. اللي زوين في الهاتف النقال ان الحمل ديالو كيكون سهل، يعني ما محتاج واحد المكان كبير، ما كيحتاجش معاه اكسسوار، ما كيحتاج معاه بزاف الحوايج. ولكن هنا الكاميرا ديالو كتكون كاميرا فيكس، يعني ثابته، يعني العاده كتكون ثابته، ما كيكون فيها زوم. هنا خصنا نفهموا واحد الحاجه، ان الزوم كيختلف من زوم اوبتيك لزوم نيميريك. زوم اوبتيك هو اللي تيكون عن طريق العدسات اللي غادي نعرفوهم من بعد. وزوم نيميريك هو الزوم اللي كديروا اللي كيديروا الهاتف النقال او الكاميرا في الصوره في حد ذاتها. يعني حنا فاش كنديروا زوم نيميريك يعني كنزومي في الصوره في حد ذاتها، ما كنزوميش في اللينس ديالنا اللي هي العدسه. الكاميرا الثانيه هي الكاميرا كومباك، يعني الكومباك يعني مضغوط، كتكون الكاميرا مدمج معها الاوبجيكتيف ديالها او الزوم كيف مثلا نقولوا ليه باللغه العاميه. هنا هذه الكاميرات سهله الحمل، تتكون قريبه للكاميرا الاحترافيه، كتكون سهله التعامل، وكيكون الحجم ديال الصوره مزيان، كتكون فتحه العدسه مزيان، يعني هي بالنسبه للمبتدئين هي كاميرا مزيانه اللي يقدر يخدم بها اي واحد. مرور مجموعه الكاميرات اللي فيهم لي زوبجيكتيف، هنا تنقولوا اوبجيكتيف يعني العدسه اللي كتكون راكبه مع الكاميرا. نوصلوا للكاميرا الاحترافيه اللي موجوده في يومنا الحالي اللي هي دي اس ال ار. دي اس ال ار هي اختصار لكلمه ديجيتال سنجل لينس ريفلكس، هي كاميرا رقميه ذات صوره انعكاسيه بحداثه وحاديه. باش نفهموا التسميه كيفاش جات خصنا نرجع شويه لتاريخ التصوير الفوتوغرافي. كيفاش جات اول كاميرا، كيفاش بدات؟ كان المشكل الكبير اللي كان عند المصورين هو انه يشوف الصوره قبل ما يلتقطها، يعني يشوف الاطار اللي غادي ياخذ فيه الصوره. هنا كان لازم انهم يركبوا واحد المنظار اللي تيكون فوق الكاميرا بهذا الشكل. هذا المنظار اللي تيعطيك صوره على الكادر، على الاطار اللي غتاخذ به الصوره قبل ما تلتقطها. ولكن مع اكتشاف عدسات اللي كتزومي، يعني اللي كتعطيك زوايا اخرى وكتعطيك كادرات مختلفين، كان هنا مشكل ديال المنظار، انه منظار هو عباره عن عدسه اللي كتكون فيكس. هنا تم اكتشاف المنظار المتحول اللي فيه حتى هو عدسات متحوله، يعني قد ما زدتي في الزوم ولا رجعتي كاين العدسه اللي مقابله معه. ولكن هنا خلق مشاكل انه ما يمكنش يتبع لك الحركه كيف ما كانت. من بعد تم اكتشاف الكاميرا بعدستين، كاميرا بعدستين اللي هي مقسومه على جوج. الكاميرا الاولى، العدسه الاولى اللي كتكون في الاسفل بهذا الشكل هذا يمر منها الصوره، والعدسه الفوق كان فيها ما يسمى بالمرآه اللي كتعكس لنا الصوره قبل ما ناخذها. هنا كان مشكل وحيد لان الكادر اللي كتكون في العدسه الفوقانيه ماشي هو الكادر اللي يكون العدسه التحتانيه، يعني كان لازم على المصورين انه يراعي لهاد التغير ديال الكادر. من بعد تم دمج العدستين في عدسه واحده. هنا لازم اننا نعرفوا كيفاش كيتم التقاط الصوره الفوتوغرافيه. كيدخل لنا الضوء عن طريق العدسه واللي كيمر من العدسه الى المرآة اللي كنشوفوا حنا، المرآة اللي كتعكس لنا الصوره داخل المنظار، كنشوف الصوره قبل ما تصور. ولكن الا بقى المرآة في البلاصه ديالو ما غاديش ناخذ الصوره، لان الضوء تتعكس المرآة. هنا لابد من اختراع مرآة لانها تكون متحركه. عند الضغط على زر اخذ الصوره المرآة كتطلع الفوق وكتخلي الصوره انها تدوز لمكان يسمى الغالق. هادو مصطلحات غادي نعرفوهم ونوقعو عليهم من بعد. من ثم الغالق تدوز لينا الصوره الى مكان يسمى الحساس. الحساس اللي كيعالج لنا الصوره وكيردها من صوره مقلوبه الى صوره معتدله، وهنا كناخذ الصوره ديالنا بالمفهوم كيف ما كنشوفوا اليوم،
يعني الضوء تيدخل من العدسة تيدخل إلى المرآة باش نشوفوا احنا الصورة قبل، من بعد كيتهز المرآة كتطلع الفوق كيدخل الصورة إلى الغالق ومن الغالق إلى الحساس اللي كيعالج لنا الصورة، ومن بعد احنا كنشوفوا الصورة كيف ما هي. هذا هو المفهوم كيفاش جات تسمية ديال أحادية العدس DSLR، يعني ولات عدسة كاميرا واحدة مجموعين فيها عدستين بالشكل كيف ما كانت تقليدي ولات عدسة أحادية. هذا المفهوم ديال الكاميرا DSLR. الحصة الجاية نفهمو حوايج أخرى في التصوير الفوتوغرافي.